صغيرة في العش تتحرك تريد أن تنتعش. لاحظت الأم أن البيضات تريد أن تفقس. أول عصفور نظر إلى الأرض خاف كثيراً واعترض. قالت له أمه طر طر طر، أبى أن يخاطر طر طر. طار العصفور إلى الأعلى خاف الثاني وقال لا. قالت له أمه طر طر طر، أبى أن يخاطر طر طر. طار العصفور إلى الأعلى تنهد الثالث وقال لا. قالت له أمه طر طر طر، أبى أن يخاطر طر طر. وقال لا. قالت له أمه طر طر طر، أبى أن يخاطر طر طر. طار الرابع إلى الأعلى سيبكي الأخير وقال لا. قالت له أمه طر طر طر، أبى أن يخاطر طر طر. قالت له ستكون بخير، الطيران ممتع غير خطير. تحمس الصغير وقال عاليا ها أنا ذا آتيا. بجناحيها تتابع بدقة أمها، تشجعها أمها بطر طر طر، فلم يخش المخاطر طر طر. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل. سيارات شاحنات قوارب وقطارات. لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب. لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل. ورق مقوى وألوان، هيا لنلون البستان. لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب. لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل. جوارب وكرات مضارب وقبعات. لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب. لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل. أشياؤنا مبعثرة
وتحتاج إلى الترتيب. لنرتب لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب. لنرتب لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. لعبنا
نتشارك لنغدو سعداء، نتشارك نتشارك نحن والأصدقاء. شاركنا في الألعاب، شاركنا المراح، المشاركة تخفف الأتعاب ثم يعم الفراح. نتشارك لنغدو سعداء، نتشارك نتشارك نحن والأصدقاء. شاركنا في الألعاب، شاركنا المراح، المشاركة تخفف الأتعاب ثم يعم الفراح. شاركنا ثياب المطر. جي جي، لا أقصد هذه الملابس يا صغيري. انتظر انتظر وقت الاستماع. حاضر يا أمي، سأسمعك الآن. أحسنت يا طفلي، هيا استمع إلي. صحيح يا أمي، فالاستماع مفيد. الدب الدب يحب الاستماع. واحد اثنان ثلاثة، سيستمع إلي. حسنا يا أمي، أنا أستمع إليك، فالاستماع مفيد، أحب الاستماع. سأعلمك الآن. حسناً يا أمي، أريد أن أتعلم. الفيل الفيل سيرتديه الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداه في ثوان. حسناً يا أمي، سأرتديه الآن. واحد اثنان، ارتديته في ثوان. حسناً يا أمي، لكني لا أراها. ها هي ها هي، هيا ارتديها. حاضر يا أمي، سأرتديها الآن. الفأر الفأر سيرتديها الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداها في ثوان. حسناً حسناً، سأرتديها الآن. واحد اثنان، ارتديتها في ثوان. حذاء حذاء، لنرتدي الحذاء. حسناً يا
أسنانك بالفرشات بالفرشات بالفرشات. نظف أسنانك بالفرشات وذلك قبل النوم. غسل وجهك جيدا جيدا جيدا. غسل وجهك جيدا وذلك قبل النوم. ارتدي ثياب النوم ثياب النوم ثياب النوم. ارتدي ثياب النوم وذلك قبل النوم. سنروي قصة هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم. سنروي قصة هذا اليوم وذلك قبل النوم. كان هنالك ثلاثة خراف وعددهم 1 2 3. كانوا يعيشون في المزرعة. والآن تصبح على خير على خير على خير. وأنت بألف خير يا أمي. البطاط الخمس في الزحام المعيق. البطاط الأولى ستقطع الطريق. أمها قالت توقف الآن. الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين. بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق. البطاط الثانية ستقطع الطريق. أمها قالت توقف الآن. الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين. بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق. البطاط الثالثة ستقطع الطريق. أمها قالت توقف الآن. الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين. بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق. البطاط الرابعة ستقطع الطريق. أمها قالت توقف الآن. الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين. بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق. البطاط الخامسة ستقطع الطريق. أمها قالت توقف الآن. الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين. بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطاط الخمس في الزحام المعيق. جميعهم أرادوا أن يقطعوا الطريق. قالوا سويا سنقف الآن. الإشارة خضراء في ثوان. يمينا ثم يسارا ينظرون. بعدها يمكنهم بأمان يعبرون. تغرد العصافير حين تفتح عيني. صباح
صباحك. صباحك جي جي. سنبدأ الفطور لتتغذى يا شطور. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. يبدأ يومي بأشياء جديدة، سأصنع ذكريات سعيدة، عائلتي وأصدقائي يلعبون معي على الحلوة والمرة، يشاركونني. ارتدي الحذاء لنلعب في الأرجاء. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. ألعاب جديدة سنتعلمها اليوم. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. إنه جي جي، إنه جي جي، يسرح حين يشاء خصلته الصفراء. إنه جي جي، إنه جي جي، قلبه دافئ كأشعة الشمس. صباح الخير. صباح الخير. ما بك؟ هل أصابك مكروه؟ إلى اللقاء. إنه جي جي، إنه جي جي، طفل مسامح تحوك الملامح. إنه جي جي، إنه جي جي، حنون محبوب كعناق الدبدوب. إنه جي جي، إنه جي جي، يحب الاكتشاف ذكي فضولي. إنه جي جي، إنه جي جي، لطيف وسريع في إسعاد الجميع. شكرا لك. أهلا جي جي، هيا بنا. يبدأ يومي مع العائلة. صباحك. صباحك. صباحك جي جي. حين يمتلئ قلبك بالحب ستكون ذكية. نحبك. نحبك. أنا أيضا أحبكم. حين يحتاج أحد يوما لنا، سنقدم له المساعدة، حتى لو أنه لم يخبرنا، سنسرع بالمساندة ونسأل. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ أنا هنا لأساعدك. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ هات ناولني يدك. حين يحتاج أحد يوما لنا، سنقدم له المساعدة، حتى لو أنه لم يخبرنا، سنسرع بالمساندة ونسأل. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ أنا هنا لأساعدك. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ هاتي ناولني يدك. يحتاج أحد يوما لنا، سنقدم له المساعدة، حتى لو أنه لم يخبرنا، سنسرع بالمساندة ونسأل. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ أنا هنا لأساعدك. ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ حين يحتاج أحد يوما لنا، سنقدم له المساعدة، حتى لو أنه لم يخبرنا، سنسرع بالمساندة ونسأل.
ونركض على
اركض 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 اسرع ما لديك. اليوم يوم الملعب، اي سنضحك ونلعب، نحب دوما ان نتسابق ونركض لا نتعب. اين صديقنا؟ لماذا تأخر؟ هل سيأتي هذا اليوم أم أننا سننتظر؟ أين صديقنا؟ لماذا تأخر؟ سننتظر سننتظر نحن سننتظر صديقنا واسمه جنيبين. هل قابلتم هامستر؟ فهو يدور يدور ثم يدور يدور، فهو يدور 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 لا يتعثر. حيواننا الأليف اسمه جليبي، لكنه بديع، حين نراه دائما نراقبه بهدوء، لن نصدر صوتا كي لا يشعر بالسوء. هل قابلتم هامستر؟ فهو يدور يدور ثم يدور يدور، فهو يدور 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 لا يتعثر. حيواننا الأليف اسمه جليبي، سريع ذكي لكنه بديع، حين نراه نائما نراقبه بهدوء، لن نصدر صوتا كي لا يشعر بالسوء. أين هو صديقنا؟ ترى أين قد اختفى؟ نحن نبحث ونبحث وبلا جدوى. أين يكون جليبين؟ اشتقنا له، اشتقنا لجليبين، له أرجل قصيرة، أين هو أين؟ اشتقنا له، اشتقنا لجليبين، صوته عذب بديل الخدين. اشتقنا له، اشتقنا لجليبين، صوته عذب بديل الخدين. Thank you.
لننظف أسناننا حان وقت التنظيف. حسناً يا أبي سننظف أسناننا. أحسن أحسن التنظيف مفيد. حاضر يا أبي سننظفها الآن. الدب سينظف أسنانه. واحد اثنان نظفها في ثوان. هذا صحيح سنضع المعجون ثم ننظفها فنحن نظيفون. تخييم تخييم حان وقت التخييم. هذا صحيح إنه وقت التخييم. هيا هيا سننصبها الآن. حاضر يا أبي سننصبها في ثوان. الفيل سيساعدنا الآن. واحد اثنان نصبها في ثوان. حسناً يا أبي سنساعدك الآن. واحد اثنان نصبناها في ثوان. سرير سرير وقت الاستلقاء. هذا صحيح إنه وقت الاستلقاء. أحسنتم أحسنتم هذا أمر مفيد. نحب السرير. هل أنت بخير؟ الفأر الفأر سينام الآن. واحد اثنان استلقى في ثوان. هذا صحيح أنا أيضا سأنام. واحد اثنان ها قد أتت الأحلام. القصة القصة سنقرأ القصة. حسناً يا صغيري أياً منها تريد. القصص 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 مقلوبة. هذا صحيح ما القصة المطلوبة. الدب الدب سيقلبها الآن. واحد اثنان ثلاثة قلبها في ثوان. إنه بينجو قد أخافنا الآن. ظنناه وحشا لكننا في أمان. هذه الألوان المشرقة جميلة جذابة بارقة. أحمر برتقالي أصفر وأزرق أخضر وبنفسجي. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الأولية. الألوان الأولية؟ أجل، الأحمر والأزرق والأصفر هي الألوان الأولية لأننا نستعملها لنحصل على كل الألوان. أها! لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الأولية. لنصنع حلوى الجيلو الأحمر والأزرق والأصفر. الأحمر ورائع. الأصفر دافئ وساطع مثل أشعة الشمس. والآن لنضبط المؤقت وننتظر حتى يبرد الجيلو. أجل، مستعدون لرؤية الجيلو؟ هذه الألوان المشرقة
أجل، البرتقالي والأخضر والبنفسجي هي الألوان الثانوية لأنها مصنوعة من الألوان الأساسية. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الثانوية، لنصنع حلوى الجيلو، برتقالي أخضر بنفسجي. لحظة، ليست لدينا هذه الألوان. خليط الأزرق والأصفر الأخضر، خليط الأحمر والأصفر برتقالي، خليط الأحمر والأزرق بنفسجي، جميل خلط الألوان معا. لنضبط المؤقت وننتظر حتى يبرد الجيلو. رائع، مستعدون لرؤية الجيلو؟